بعد خد عاقد نعرفوا واش يمكن لينا نشارجيو تليفون بحجره عاديه. الجواب غادي نعرفوه دابا. قبل ما نبداو الفيديو، لاشين ديالي الثانية اللي عمرني حطيت فيها شي فيديو واللي وصلت تبارك الله لأكثر من 30,000 أبوني، أخيرا قررت نبدا نحط فيها فيديوهات. غنحط فيها واحد المحتوى اللي غادي يكون مختلف على هاد لاشين باش غنوع عليكم واحد شوية، وغنحاول نحط فيها فيديو كل سيمانة في الوسط ديالها، يعني الأربع أو الخميس، وفي الأخر السيمانة اللي هو الويكاند غنحط لكم فيديو في هاد لاشين برانسيبال. وإن شاء الله أول فيديو فيها غادي يكون هاد الأربع مع السادة العشية. فاللي بغاش أبونا فيها غتلقاو ليا في الديسكريبشن وفي أول كومنتير، أبوناو فيها وإن شاء الله نتلاقاو نهار الأربع مع السادة العشية. واش اللي كاين خليكم مع الفيديو. يا ودنا السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله جبت لكم واحد الفكره واعره بزاف، وهذه الفكره هي غنجربوا اغرب خداع التيك توك وغنشوفوا واش غيصدقوا بالصح ولا لا. كما كتعرفوا التيك توك فيه بزاف ديال الفيديوهات اللي هما غير تخربيق اكثر من 90%، وحنا غنقلبوا اليوم على الفيديوهات المزيانين الخدع المزيانين وغنجربوهم وغنشوفوا واش غيصدقوا لينا ولا لا. صراحه هذا الفيديو متحمس ليه بزاف بزاف، ولكن كالعاده قبل ما نبداو ما تنساوش خلي معكم واحد لايك، تابوناو في لاشين، اكتيفيو لا كلوش ونبداو الفيديو. فدابا برافو عليكم بزاف، نمشيو نقلبوا على الخدع اللي كاينين في التيك توك ونجربوهم. ونبداو بالخدعه رقم واحد. بزاف منكم تيكونوا بعض المرات مزروبين ما عندهمش الوقت وباغيين يشربوا شي حاجه بالزربه، شي مناضه، شي عصير، وديك المناضه كتكون سخونه ما بارداش، فما عندكمش الوقت باش تخلوها في الثلاجه او في الفريغو. فهاد الخدعه ان شاء الله غنجربوا واش يمكن نبردوا اي مشروب لمده 10 دقائق ويكون بارد مزيان. فغنحتاجوا مناضه، بابي ابسوربون. فكرة سهلة وواضحة بزاف، غناخدو بابي ابسوربون، غادي نتزقوه بالماء مزيان، وغادي ندوروه على هاد المناضة، من بعد غنشدوها وغنحطوها في الثلاجة لمدة 10 دقائق فقط، 10 دقائق، ومن بعد غتكون المناضة باردة مزيان، فهاد المناضة ما بارداش كاع بمرة، نمشيو نجربو. دابا غنخليوها لمده 10 دقائق صافي. كما كتشوفوا غادي ندير 10 دقائق فوالا ديماغ. ودابا ما علينا الا نتسناو 10 دقائق. عطوا لي كومونتير كتبوا لي التوقعات ديالكم واش غتصدق ولا لا. 10 دقائق سالات، دابا نمشيو نشوفوا المناضه واش بردات ولا لا. هاي المناضة دابا غندوقو واش بصح باردة ولا لا. بالله ماشي باردة لديك الدرجة اللي هما قالو، هادشي علاش نقدر نعتبرها خدعة ناجحة. ودابا ندوز الخدعة رقم جوج. هاد الخدعة بسيطة بزاف، الكالكولاتريس اللي كاينة في التليفون ايفون فيها واحد لوبسيون اللي انا براسي ما عرفتهاش، فدابا غنجربوها واش بصح كاينة ولا لا. غنكتبو اي رقم. كيما كتشوفو انا كنت عارف هاد اللعيبة هادي طق اللي كتمحي كلشي، ولكن كاينة واحد الخدعة باش تمحي رقم برقم، هي نديرو بحال هكا. واو ياه صراحة هاد الخدعة بسيطة، ولكن أنا شخصيا ما كنتش عارفها، فمدة الأيفون عندي وما كنتش عارف هاد اللعيبة. اللي بحالي ما كانش عارفها وعندك حتى هو أيفون هبط لي كومونتير قولوا لينا. في الخدعة رقم ثلاثة، بزاف منكم كياخذوا واحد لاكوموند من ماكدو، ومنين كنطلعوا الطوموبيل ما كنعرفوش كيفاش نتحكموا في المناضة وفي البرجر وفي الفريت. هادشي علاش كاينة واحد الطريقة ذكية بزاف كيفاش ناكلوا لاكوموند ديال ماكدو وحنا في الطوموبيل بلا ما تطيح حتى حاجة ونتحكموا فيهم مزيان. دابا الفكره هي الا كنا غاديين في الطوموبيل وعندنا هادشي كامل، كيفاش نقدروا نتحكموا به، كيفاش نقدروا ناكلوا وحنا غاديين في الطوموبيل. الفكره سهله بزاف. داري محاغ غتصدق لينا هادي مقطعه، هادشي علاش الخدعه ما بوسيبل غتصدق، لان الخدعه كامله معتمده على هادي وهي مقطعه. هادشي علاش غنصايبوها. ما كاينش الزرقاء. بغيت ندير انا فيديو ولا شي حاجه هاد نشفاها مقطعه. فدابا غنجربوا الخدعه، ناخذوا هاد الطاي نديروها هنايا. ابخي ابخي شنو غنديرو؟ هاد لاباي غندخلوها اجي اخي غادي غندخلوها هنا، وباش يكون ليكيليبر غادي نجيبو الفريت وغادي نخويو هنا. هادي كتقطع. هاد الخدعة غير ناجحة، معرفش مناش ديفو واش من الخدعة ولا من ها
هاد لابواط ديال البرغر اللي اصلا هي مقطعه. دابا ندوز الخدعه رقم 4. الخدعه رقم 4 غنحتاجو نفاخه عاديه وتليفون، غنحاولو نصايبو بوشات التليفون غير بهاد النفاخ. غناخدو التليفون وغادي نحطوه بحال هكا وغادي نوركم مزيان. خدعة فاشلة. غنعاودو بور لا دوزيام فوا، غنشوفو واش غتصدق ولا لا مع تليفون اخر شوية صغير. بحال هكا نجيبو التليفون نحطوه ونوركم مزيان. في هذه الخدعة غنحاول نحلو واحد المشكل اللي بزاف ديال الناس كيعانيو منه ومنهم انايا، واللي هو المعاناة اللي كنعانيو فاش كنبغيو نقيو البيض المسلوق. اليوم جبت لكم واحد لا ميثود اللي غنجربوه وغنشوفو واش غتصدق ولا لا. غنحطو البيض تسلق لمدة تقريبا 7 دقائق، من بعد غنجبدوه وغادي نحطوه في شي قريعة اللي فيها الماء بارد، وغادي نبقاو نحركو حتى غتحيد القشرة على البيض راسها وبكل سهولة. خليكم معنا، انا متحمس بزاف بزاف نجرب هاد الطريقة واش غتصدق ولا لا. الا صدقات غتحل ليا اكبر معاناة. كما كتشوفوا حطينا هنايا ما بارد والبيضه، ما لقيتش شي حاجه صغيره من هذه هي اللي لقيت. دابا غنصدو مزيان وغنحركو وغنشوفو واش بصح غتقشر البيضه كامله ولا لا. باك ما عرفش شنو وقع. لا حول ولا قوه الا بالله. تجربه فاشله. خذ رقم 6، غنتعلموا كيفاش نجمدوا الماء في ثانيه وحده. ثانيه وحده وبحركه بسيطه بزاف غنحولوا ماء عادي في حاله سائله الى حاله صلبه وغادي يولي ثلج. غنحتاجوا بكل بساطه ماء معدني، ماشي ماء عادي، غنحتاجوا ماء معدني. غادي نحطوه في الثلاجه لمده 2 ساعة و45 دقيقة بالضبط، ومن بعد هذه المده غنشدوا القرعه وغنضربوها بالجهد، وهكا غيتحول الماء تلقائيا ثلج. خليكم معنا نمشيو نجربوها. حطيت واحد القرعه في الفريغو ماء معدني، ودابا تقريبا داز 2 ساعة و45 دقيقة. كما كتشوفوا ها هي القرعه، غادي نحاول نهزها بشويه ونمشيو نشوفوا واش بصح غتجمد ولا لا. ها هي القرعه، الا شفتوا مزيان ندير لها بحال هكا باش يبان لكم بانها باقي ما جمداتش، باقا ما كما كتشوفوا. فدابا انفو غنضربوها بالجد غتحول كامله الثلج في ثانيه وحده. غنعاود المحاولة المرة الثانية، غنجيب قرعة معدنية أخرى وغنحطها في الفريكو، غنخليها هذه المرة غير مدة 2 ساعة، ماشي 2 ساعة و45، كنظن كانت كثيرة بزاف، هادشي علاش غنديرو غير 2 ساعة، غنحطوها وغنحاول المحاولة المرة الثانية وغنشوفو واش غتصدق ولا لا. فوالا خوتي كما كتشوفو ها هي القرعة من بعد 2 ساعة، كما كتشوفو باقا ما جمداتش، هادشي علاش غنضربوها مع الرخام بالجهد وغنشوفوها واش غتجمد في ثانية وحدة ولا لا. كما كتشوفوا تحولت الثلج دقه واحده. في الخدعه رقم 6 غنجربوا واحد الحاجه اللي ديما غيطيح لي على بالي وعمرني جربتها، واش يمكن المش حتى هو ندير له لومبرانت في التليفون. غناخذ هذا التليفون اللي فيه لومبرانت، فكره شويه غريبه ولكن نجربوها. ها هو المشجع، وغندخلوا لبلاصه بارامتر باش نبدلوا لومبرانت ديالي ونديروا لومبرانت ديالو. كما كتشوفوا دخلنا البلاصه لومبرانت، ودابا غنغيروها غنحطوا لي بات ديال المش. شنو كتخربقه يا راس البطاطا؟ كما كتشوفوا ما بغاش، يعني خدعه فاشله. بوتشي فين هو غادي؟ ودابا غندوز الخدعه رقم 8، ما عرفت 7 6.
فهاد الخدعة غنحتاجو نص ديال الحامض، جوج حجرات، وغنحتاجو درهم ولا 10 ريال ولا 4 ريال ولا أي حاجة، المهم عملة معدنية. دابا غنجربو هاد الخدعة وغنشوفو واش غتصدق ولا لا. وغالبا شكيت فيها شنو يكتب. واحد، جوج، ثلاثة، ها ودابا ندوزو الخدعة رقم نار. ديما كنتلف الترتيب ديما. غنحتاجو بانيو ولا اي حاجة اللي غنعمرو فيها الماء، وغنحتاجو شمعة صغيرة وكاس. غنجربو واش يمكن لينا ندخلو الشمعة وسط ديال الماء باستعمال الكاس بلا ما نطفى الشمعة. ودابا غنشوفو هاد الخدعة واش غتصدق لينا ولا لا. انا قلت الاحتمال ديالي انها غتصدق حيت منطقية. غنحاولو الكاس نهبطوه هكا عمودي رأسي هكا، شاقت على عطفات، يعني ما طفاتش بالماء بل طفات بالاكسجين اللي ما بقاش في الكاس. الشمعة دخلات وسط الماء وبقات شاعلة واحد المدة، علاش طفات؟ مبقاش اكسجين، اما هي ما طفاتش بالماء. مومنتس ليتر فهاد الخدعة غادي نعرفو واش يمكن لينا نشارجيو التليفون بحجرة عادية. غادي نحتاجو فيش والين سيكار، واخر حاجة ساروت عادي جدا. هاو غادي نبرونشيو هذا هنا، غادي نبرونشيو الفيش، ابخي غنحط لكم التليفون هنا باش يبان لكم مزيان. من بعد غنحطو الين سيكار في البول موان ماشي بلوس، وغنحطو الساروت في البول بلوس. قبل ما نبداو نحط لكم كومونتير كتبوا لي التوقعات ديالكم واش غتصدق ولا لا. بالنسبه لي انا التوقع ديالي ما غاديش تصدق، لانها شيء ما غير معقوله وجاتني غريبه شويه ما غتصدقش. 3 2 1 بسم الله. والله حتى كيتشارجا، بالله كيتشارجا. واو غنعاود لكم بوغ لا دوزيام فوا باش تاكدوا. واو كيتشارجا. غادي نعاود لكم من القريب باش يبان لكم مزيان. غنحطوا الين سيكار هنايا، ابخي غنحطوا هذا هنا وغنديروا بحال هكا صافي. فوالا كما كتشوفوا. فوالا خوتي كما كتشوفوا وصلنا لافان ديال الفيديو. جيسبر عجبكم، الا عجبكم ما تنساش خلي معكم واحد لايك. عطوا لي كومونتير كتبوا لينا شنو هي افضل خدعه عجبتكم. بالنسبه ليا عجبتني خدعه اخيره ديال التليفون اللي كنشارجيوه بحجره، لان اخر حاجه كنت كنتوقعها هي تصدق وصدقات. حتى نتوما جربوها في الدار وشوفوا واش تصدق لكم ولا لا. وما تنساوش ما تخلطوش ما بين بول موان بول بلوس، تقدر تسالي تقدر موجب والا ما صدقش لكم. وبارجيو الفيديو مع صحابكم، ابوناو في لاشين ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله.